بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثها المستمع أبو القارة زهير. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل الشيخ صالح ويقول: امرأة قامت بأكل اليوم الأول من رمضان، أي اليوم الذي يأتي بعد ليلة الشهر، وذلك لعدم علمها بأن هذا اليوم هو أول أيام الصيام، وبعد منتصف النهار علمت بأن الجميع صائم، فأكملت إفطارها وقالت بأنها ستعوض هذا اليوم الذي أفطرت فيه، أي أنها تجهل عقوبة الأكل المتعمد برمضان. ونحن نعلم أن العقوبة هي صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي أفطرت فيه أو إطعام 60 مسكينا، وقد مر على هذا عامان كاملان، حيث أنها صامت ذلك اليوم، فهل يجب عليها القضاء أم الكفارة نظرا لظروف صحية هي تمر بها الآن؟ جزاكم الله خيرا. ولا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، وإذا كانت الكفارة بالنقد فما مقدار ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. فإن يوم الشك لا يجوز صيامه، وإذا ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإن المسلم يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم بعد رمضان، وليس عليه كفارة في ذلك. هذه المرأة ليس عليها كفارة، وإنما عليها قضاء اليوم، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو عبد الله من الرياض بعث يسأل ويقول: أفيدكم بأنني تلفظت بالأقوال التالية: علي الطلاق بألا أكذب بعد اليوم، علي الطلاق بألا أتهرب من الدوام الوظيفي بعد اليوم لغرض قضاء حوائجي الخاصة، علي الطلاق بألا أدخل مكتب أحد من الزملاء في العمل لغرض تمضية الوقت في أمور ليست لها علاقة بالعمل، إلا أنني لم أفي بشيء من ذلك كله، وكان القصد من التلفظ هو الامتناع عن فعل هذه المحرمات وليس طلاق زوجتي، فما الواجب علي فعله الآن علما بأنني لم أفي بما حلفت عليه؟ افتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. هذا في الحقيقة هو تلاعب بالطلاق، وليس الالتزام بالواجب وأداء العمل يكون بهذه الطريقة وهي استعمال الطلاق. على الإنسان أنه يقوم بواجبه بدون هذه الأمور، ولا سيما استعمال الطلاق، فإن لفظ الطلاق لفظ خطير ترتب عليه أضرار على الإنسان وعلى غيره. فعلى هذا السائل أن لا يعود لمثل هذا العمل، وأن يصون لسانه عن التلفظ بالطلاق. وأما ما يجب عليه في ذلك حيث لم يفي بما قال، فإن كان كما ذكر قصده منع نفسه من هذه الأمور ثم لم يمتنع منها ولم يقصد طلاق زوجته، فإن الصحيح من قولي العلماء أنه يكون عليه كفارات أيمان بعدد هذه الأيمان التي حلفها، كل يمين كفر عنها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أي لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صلاح فالح مطر الحمدان من المملكة الأردنية الهاشمية عمان بعث يسأل ويقول: ما رأيكم في الجمع بين الصلوات مع الدليل، وهل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير مع الدليل؟ جزاكم الله خيرا.
الأصل في الصلوات أن تصلى كل صلاة في وقتها الذي حدده الله لها، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين للعذر الشرعي، وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه في نهار رمضان، يجوز فيه الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا حسب الأرفق بالمسافر، أو في حالة المرض نحتاج المريض إلى الجمع بين الصلاتين، لأن صلاة كل صلاة في وقتها يشق عليه، فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا حسب الأرفق به. وكذلك في حالة المطر الذي يبل الثياب ويتأذى منه الناس لخروجهم من المسجد، فإنه يباح لهم الجمع بين المغرب والعشاء تخفيفا عنهم. هذه هي الأعذار التي تجمع فيها، يباح فيها الجمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء: السفر، المرض، المطر الذي يبل الثياب أو ينشأ عنه الوحل الذي يتأذى به الناس في خروجهم إلى المساجد. هذه الأحوال يجوز له الجمع بين الصلاتين، أما الجمع من غير عذر من هذه الأعذار فإنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. التقديم حينئذ في الأحوال التي تفضلتم وقلتم إن الجمع جائز فيها، التقديم هو الأفضل أو التأخير هو الأفضل؟ الأفضل الأرفق بالإنسان، ما شاء الله، يتبع الأرفق به، ما شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم بيع التقسيط لأجل مع زيادة الثمن في سعر البضاعة عما لو كان البيع حالا؟ لا بأس بذلك، ما شاء الله. البيع لأجل بزيادة عن الثمن الحال، سواء كان هذا الأجل أجلا واحدا أو مقسطا على آجال، كل ذلك جائز والحمد لله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا يشمل الدين الذي هو ثمن المبيعات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما بثمن مؤجل ورهن درعه صلى الله عليه وسلم به، ومات ودرعه مرهون بذلك عليه الصلاة والسلام. ولأن الله جل وعلا أباح دين السلم، وهو مباح بإجماع المسلمين، والسلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، سواء كان الثمن هو المؤجل أو كان المثمن هو المؤجل، كل ذلك جائز والأصل في المعاملات والحمد لله الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، وباعثها المستمع عبد المحسن دحام الكليب. يقول لي: دين على شخص مبلغ من المال، وهذا الشخص أصبح لديه مبلغ من المال قد أخذه من بعض الناس بطريق غير شرعي، هل يحق لي أن أسترد ديني منه ولو كانت فلوسه غير حلال وأنا أعلم بها؟ جزاكم الله خيرا. ما دمت تعلم أنها غير حلال فإنها لا تحل لك، ولا يجوز لك أن تستوفي دينك منها لأنها حرام عليه، وأنت تعلم أنها حرام فتكون قد أقرته على أخذها وعلى الانتفاع بها، فتكون مشاركا له في هذه الجريمة. نعم. جزاكم الله خيرا. قتل الأفاعي الموجودة بعيد عن البيوت والمنازل والأماكن المسكونة في البراري، قتلها هل هو حلال أم حرام علما بأنها بعيدة عن المساكن؟ جزاكم الله خيرا. الأفاعي يجب قتلها لأنها مؤذية وفيها خطر على حياة الناس، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس فواسق التي تقتل في الحل والحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن حضرموت، وباعثها المستمع حسين عوض التميمي. له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: هل يجوز أن أصلي سنة الظهر القبلية والتي هي 4 ركعات بتكبيرة واحدة وسلام واحد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الصحيح أن 4 التي قبل الظهر تصلى بسلامين، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
ولأن في جعلها بسلامين تكثيرا للعمل وذلك أعظم للأجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة إلى تكثير العمل شيخ صالح وتفضلتم وقلتم إنه أعظم للأجر، ما حكم تكثير العمل أيضا في النوافل غير التي ذكرها أخونا كالتراويح والتهجد؟ هل الأفضل طول القيام والقنوت أم الأفضل الإكثار من العمل والركوع والسجود؟ كله متساوي ولكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم أفضل. فالتطويل مع تقليل العدد هي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكثير الركعات مع التخفيف الذي لا يخل بالصلاة جائز أيضا والحمد لله. ما شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قضاء السنن غير سنة الفجر؟ السنن لا تقضى إذا فات وقتها، أنها سنة فات محلها إلا راتبة الفجر. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من رآه يصليها بعد الفجر، نعم، وذلك لأكدية ركعتي الفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في بعض أسفاره هو وأصحابه لم يوقظهم إلا حر الشمس، صلى راتبة الفجر قبلها ثم صلى الفجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم القنوت في صلاة الفجر وفي صلاة الوتر، وهل علي شيء إذا لم أفعله أو نسيته؟ تكمل الجواب السابق. نعم. أيضا مما يقضى من النوافل صلاة الليل والوتر، إذا نام الإنسان عن ورده الليل وعن وتره فإنه يستحب أن يقضيه من النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكن يشفع وتره. وأما القنوت فإنه سنة، القنوت في الوتر سنة، إذا تركه الإنسان فإن وتره صحيح وإذا تابه فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، أما القنوت في صلاة الفجر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن المسلمين يقنطون في صلاة الفجر، كما قنط النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين من المسلمين بمكة، وقنط صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار الذين يؤذون المسلمين. فإذا كان هناك نازلة تضر بالمسلمين من عدوهم فيستحب للمسلمين أن يقنطوا في صلواتهم في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض. أما في غير النوازل ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يجب علي إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا أتسحر للصيام؟ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإنك تمسك عن الأكل والشرب، قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأذان علامة على طلوع الفجر إذا كان يتقيد بالتوقيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أجعل غاية الأكل والشرب حين يؤذن ابن أم مكتوم لأنه يؤذن عند طلوع الفجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول المرسلة زينب جيم عين، لها عدة قضايا. القضية الأولى تقول فيها: أسألكم عن أب زوج ابنته من رجل قبل طلاقها من زوجها الأول، ثم ذهب إلى زوجها الأول وطلقها منه، وذلك بعد أن زوجها من ذلكم الرجل، ما حكم هذا الزواج؟ إذا صح هذا فإن هذا الزواج باطل وهذا العقد باطل، لقوله تعالى في عداد المحرمات: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات هن المزوجات، المزوجات حرام حتى يطلقهن أزواجهن وتمضي عليهن العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الطلاق بينونة كبرى، يعني كان استنفد الثلاث، فإنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. إذا خرجت من العدة وتزوجت، خرجت من العدة وتزوجت زوجا آخر زواج رغبة ووطئها ثم رغب عنها وطلقها، حلت للأول بعقد جديد. الحاصل أنه لا يجوز أن تزوج المرأة وهي في عصمة رجل، وهذا نكاح باطل، من تعمده فإنه يجب تأديبه.
بل لا يجوز ولا يصح عقد النكاح في العدة، قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني بعد تمام العدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح تقول إنها أنكرت على والدها ذلك الفعل ولكنه ضربها وهجرها، فلامها الناس على فعلها ثم عادت وتزوجت بالرجل الثاني وحالها كما ذكرت بالنسبة للرجل الأول. ماذا تفعل الآن شيخ صالح؟ إذا كان العقد كما ذكرت قد أبرم وهي في عصمة الرجل الأول أو في العدة فإن العقد باطل، والوطء بموجبه يكون زنا والعياذ بالله، لأنه عقد، لأنه وطء بغير عقد شرعي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تبتعد عن هذا الرجل شيخ صالح إذا ما سمعت الإجابة؟ ترجع إلى الحاكم، إلى القاضي. إلى القاضي. ترجع إلى القاضي وتذكر له قضيتها وهو ينظر فيها. نعم. لأنني أخشى أن هذا الكلام غير متأكد منه. لكن نحن أجبنا على افتراض صحته. نعم نعم. جميع الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج نأخذها قضية مسلمة شيخ صالح، يبدو لأننا لسنا ملزمين بإثبات الشهود وما أشبه ذلك. تجاوب على قدر السؤال. نعم نعم نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمعة من الأردن تقول عن نفسها: أنا فتاة أرتدي الخمار، إذا جاء شخص لخطبتي فأول شرط سوف أطلبه هو البيت لوحدي وهو غير قادر على هذا، ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسبب شرط هذا بأنه يريد أن أسكن معهم في العائلة، فأنا مثلا وافقت بحكم الضغوط التي واجهتني، ما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا، وبماذا توجهونني ولا سيما إذا كان له عدد من الإخوة جزاكم الله خيرا. الحمد لله ما دام حصل الزواج وتوفقتم في الزواج والرجل صالح في دينه وفي أمانته وخلقه فمسألة السكنة أمرها سهل. طيب. بإمكانك أن تسكني مع أسرته مع الاحتجاب والاحتشام، وبإمكانك أن تطلبي سكنا مستقلا، إلا أنه إذا كان هذا يشق عليه فإنك تتسامحين معه حتى ييسر الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. هل لبس الجلباب أمام الأجانب يكفي أم ما هو الرداء الشرعي الذي يكفي لحجاب المرأة جزاكم الله خيرا؟ حجاب المرأة هو سترها الكامل الضافي على جسمها والواسع الذي ليس بضيق يبدي أعضاءها ولا شفافا يكشف عما وراءه، وإنما يكون لباسا ساترا ضافيا واسعا سواء كان ثوبا أو جلبابا أو عباءة، المهم أن يغطي جسم المرأة ويضفي عليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اشرحوا لي معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، وهل أبو الزوج أيضا يعتبر حموا بالنسبة لزوجة الابن جزاكم الله خيرا؟ الحمو قريب الزوج، وقوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت يعني أن خطره والمحذور منها شد من غيره، لأنه يكثر تردده على المسكن وعلى فالتحفظ منه يكون شاقا، واطلاعه على المرأة التي ليست من محارمه يكون كثيرا، فالحذر منه أشد، كثرة مخالطته ولكثرة تردده على البيت فالحذر منه أشد، وأن لا يتسامح في شأنه لأن الفتنة به ومنه أشد بحكم قربه. وأما أبو الزوج فإنه من المحال لا تحتجب منه زوجة ابنه، قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، فأبو الزوج من المحارم الحمد لله. قال تعالى وحلائل في لما ذكر المحرمات قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب، حليلة الإبن محرم لأبي زوجها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن لبس الخمار إذا جاء الوالد وأراد مني أن أخلعه، هل أبقى مرتدية؟ ماذا عن لبس الخمار إذا جاء الوالد وأراد مني أن أخلعه، هل أبقى مرتدية ولا أسمع كلام أم أخلعه لاختصار المشاكل؟ يباح للمرأة أن تخلع الخمار وأن تكشف وجهها ورأسها عند محارمها، ومنهم الوالد، منهم أبوها أو ابنها أو أخوها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو
ابن زوجها أو أبي زوجها، كل هؤلاء محارم. وكذلك من بينها وبينه رضاع محرم، أخيها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأطفال يجوز كشف الوجه أمامه؟ من الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهو الذي لم يبلغ الحلم. الذي لم يبلغ الحلم هذا لا يجب الحجاب عنه، إلا إذا كان مراهقا قريبا من الاحتلام فإن المرأة تحاذر منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.